السلام عليكم، اسمي شيماء دلالي من بريطانيا، من تحديدا من مدينة لندن، تونسية الأب وسودانية الأم، وأفتخر بأصولي العربية. أتيت إلى بريطانيا في عام 2000، فتقريبا كل حياتي هنا، وأعتبر نفسي يعني بنت البلد. درست القانون في جامعة سيتي يونيفرسيتي في لندن، وبعدها أتممت دراستي أيضا في مجال القانون وأيضا في جامعة سيتي يونيفرسيتي في لندن. طبعا كنت فخورة جدا كوني فزت رئاسة اتحاد الطلبة في الجامعة، وخاصة اني محجبة وهذا لم يحدث من قبل في الجامعة. ولكن اعتقد بالنسبة لي اعتقد الخبر الاكبر انه الفريق الجديد الذي سيقود الاتحاد، رئيس ونائبين، هم جميعا نساء مسلمات ومحجبات. فنحن ثلاثة كنا محجبات ونحن الفريق الجديد الذي سيقود الاتحاد، وهذا حسب علمي لم يحدث من قبل في تاريخ بريطانيا. عموما الطالب المسلم يمارس حقوقه مثل أي طالب آخر، هناك قوانين تحمينا وتحمي حقوقنا، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتدين. كمسلمين لدينا أماكن مخصصة لنا في الجامعة لكي نصلي، أيضا نصلي صلاة الجمعة في الجامعة، هناك أكل حلال، لدينا الحق في أن نمارس أنشطة دينية، لدي زميلات محجبات لم يتعرضن لأي مشاكل، لدي زميلات منقبات لم يتعرضن لأي مشاكل. فعموما هناك جو من الحرية وجو من التعايش وتقبل الآخر. ولكن هناك أيضا صعوبات وتحديات، ومن أهمها الإسلاموفوبيا، وأعتقد يعني خاصة بعد البريكزيت وصعود اليمين المتطرف رأينا أنه الإسلاموفوبيا في تزايد، وهذا أيضا يؤثر على الحياة في الجامعة والطلاب وخاصة المحجبات. طبعا بسبب الكورونا كل شيء انتقل اونلاين، الدراسة انتقلت اونلاين، الامتحانات انتقلت اونلاين. ففي امتحانات الماجستير كان هناك قرار خارجي لمنع الطلبة من الغش، يجب على الطالب ان يستخدم برنامج خاص يمكن شخص اخر من مراقبة الطالب، فقالوا لي يجب عليك ان تزيل حجابك لكي نرى ما تحت الحجاب. وبالنسبة لي هذه كانت صدمة كبيرة، لانه حياتي الدراسية كاملة لم يسألني حد عن حجابي ولا ما تحت الحجاب. فهنا قلت طيب يعني ممكن أن تضمن لي امرأة لكي أزيل الحجاب، وقالوا لي لا. فاضطريت أني أجل الامتحانات إلى شهر ديسمبر، حين كان عندي الحق أني أذهب إلى الجامعة وأن أمتحن في الجامعة. وطبعا الجامعة نفسها هذا كان قرار يعني صدمة بالنسبة لها، وحاولت أنه تغير قرار الجهة لكن لم يقبلوا. وكان يعني لدي الكثير من الأساتذة يعني راسلوني تضامنا معي، والجامعة قالت أنه يعني هذا قرار بالنسبة لهم غريب جدا، ولو كان الامتحانات في الجامعة يعني عمرهم يعني ما لن يسألوا شخص عن حجابهم أو أنهم يزيلوا الحجاب. فهذه كانت يعني الشيء الوحيد الذي صار لي يعني بسبب حجابي. حقوقنا محفوظة وتكفلها الدولة البريطانية، لدينا الحق أن نمارس حقوقنا مثل أي طالب آخر أو أي مواطن آخر، مهما يكون، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو حرية التعبير أو حرية التدين. والجامعة أيضا تأخذ هذه الأمور بجدية، لو هناك يعني أي مشكلة هناك آليات للتبليغ عن عنصرية أو إسلاموفوبيا أو التمييز ضد أي طالب آخر، وتعمل التحقيق ويعني تأخذ هذه الأمور بجدية. بالنسبة للهجرة، وأعتقد هذه من أحد المواضيع الكبيرة في الغرب حاليا، أعتقد في بريطانيا هناك رؤيتان للهجرة، هناك رؤية إيجابية ورؤية سلبية.
بالنسبة للرؤية السلبية، كما ذكرت صعود اليمين المتطرف وصعود العنصرية، هم يرون أن المهاجرين يأتون إلى بريطانيا ليأخذون أعمالهم ويأخذون الفرص المتاحة لعموم الشعب البريطاني. ولكن من ناحية أخرى، أو الرؤية الإيجابية للهجرة، أعتقد هناك نوع من التفاهم ونوع من التسامح، أنه يعني لا أحد يترك حياته وأهله وكل شيء يملكه وكل شيء يعرفه ويأتون إلى بلد غريب من غير سبب، خاصة فيما يتعلق يعني بالبلدان التي فيها حروب حاليا. وأعتقد هناك ضغط من الشارع البريطاني حول دور بريطانيا في هذه الحروب ووقف دور بريطانيا في هذه الحروب. أنا عربية ومسلمة ومحجبة، نلت ثقة زملائي في الجامعة لترأس اتحاد الطلبة، وذلك بسبب أنشطتي ومواقفي وأيضا برنامج الانتخابي، وديني وحجابي لم يقف حاجز أمام ما حققته وما أريد أن أحققه.